بذكر الأفكار بقى، يعني ونقول حاجة سلبية وتخوف وتخض، وبعدين نرجع نشوف الحاجات الحلوة اللي بتحصل. من أجمل حاجة بتحصل في بلدنا عموما هو الفن. مهما شفت إن الأمور مضطربة، الأحوال الاقتصادية تطلع تنزل، الصناعة السينما والفن والدراما، وتقول إن إحنا عندنا تحديات، بس تلاقي كده الفنانين الحقيقيين خطهم ماشي وسالك، دنيتهم سالكة، لأنه الفن مش محتاج قوي يعني إن حد ينظر بيه، هو موجود وهو حاضر وهو مستمر على طول الخط. في قصة جميلة جدا بتقول لنا، لكن الفن برضو عنده يعني تحديات بالتأكيد. من ضمن تحديات الفن هي سرقة الأعمال الفنية، القرصنة على الأعمال الفنية. ففكرة أنه يبقى في توثيق للأعمال الفنية، ويبقى في رؤية حقيقية ومبادرة حقيقية من نقابة التشكيليين لتوثيق الأعمال الفنية، الحملة دي عظيمة جدا، لأنه هي جزء من الحفاظ على الفن عموما، على التراث المصري خصوصا. في إقبال حقيقي من الفنانين على توثيق الأعمال الفنية خلال الأيام اللي فاتت. الخبر الجميل أنه التوثيق هيتم على أيدي متخصصين، مش توثيق بس بالعين المجردة، لكن أكيد هيتم فيه استخدام طرق متقدمة شوية تخص أصالة الأعمال الفنية ونسبتها إلى أصحابها الأصليين. نفهم أكتر التفاصيل دي من دكتورة صفية الأباني، نقيب التشكيليين. دكتورة صفية مساءك خير، وبنشكركم على الحملة الجيدة جدا اللي أعتقد أنها جت في وقتها، لأنه في احتياج حقيقي لحماية الحقوق الأدبية والفكرية والفن بشكل عام. مساءك خير. مساء النور يا فندم. أيوه مظبوط، هو طبعا عندنا هم كبير ان تراثنا واعمال روادنا والحاجات اللي بتتسرق دي عامله لنا مشكله كبيره، وكانت في فرصه ان احنا نبتدي بالحمله دي لما الاسبوع اللي فات كان في ناس لقت عمل كبير للفنان الكبير عبد الهادي الجزار، والعمل ده طلع موجود عند مقاول، شركه مقاولات هدد وحاجات كده من السبعينات، كانوا واخدين مبنى هدوه وخدوا منه اللوحه واترمت في مخازن وحاجات كده. طبعا هم ما كانوش عارفين مقدارها وكده، حطوها في قهوه في سوبرا وناس شافوها استغربوا، وهو الراجل مذكور اللي هي اولاد المقاول او اولاد شركه عبد الملك سلموها لمعالي وزيره الثقافه، ودي طبعا حاجه يعني تحيه شكر وتقدير ليهم. طبعا هو موقف على فكره جميل منهم جدا جدا، لان دي لوحه يعني بارقام كبيره قوي يعني. المشكله ان زمان كان في او ما زال يعني، بس دلوقتي بقت مقننه، كان في الاعارات، يعني الوزارات والاماكن كلها الحكوميه بتاخد اعمال فنيه تتحط عندهم اعاره من وزاره الثقافه، بس ما كانش في تتبع. مفروض الاعاره دي يبقى في تتبع وراها، ابقى عارف اللوحه دي موجوده فين دلوقتي في عهودك وهترجع امتى، ويشوفوها هل اتصانت ولا حالتها بقت متبهدله، هل يعني لازم. طبعا الموضوع ده ما كانش بيحصل، لكن اتعمل قانون وبقت الحاجات بتتبعها، لكن برضو في حاجات مفقودة كتير يعني. فموضوع رجوع اللوحة دي خلى عندنا كده كمجلس إدارة في النقابة عمل لنا جرس كده يعني، فقررنا نعملها. نقول يا جماعة الحملة دي حقك وحقنا، حقك ان انت تحرص على حاجتك ونقول لك دي بتاعت مين وثمنها كام وتتوثق، وحقنا ان ده تراثنا نحافظ عليه بدل ما بعد كام جيل الحاجات دي تندثر. هو كمان يا دكتور انا عايزه اسال حضرتك، هو التوثيق هيفيد صاحب اللوحه الاصليه في ايه؟ يعني الفنان الاصلي المعاصر كمان يوثق اعماله، ولا التوثيق المقصود بيه الاعمال الفنيه لفنانين راحلين او الاعمال اللي ليها قيمه فنيه وادبيه كبير؟ الاثنين يا استاذ، الاثنين، لان كله بيتزور، حتى الاعمال الفنانين المعاصرين ربنا يديهم الصحه من الرواد
اللي هم يعني كبار في السن او اللي توفوا قريبا، الحاجات كلها بتتزور يعني، فيحافظ على حاجته، يبقى ليه بصمه عنده حاجته هو موجوده لما الحاجه تتوثق من خلال النقابه، من خلال دي طبعا الفنان المعاصر ده حاجته هتتوثق يعني هو موجود وهتطلع له شهاده بيها وهتتقيم وهيتعرف مكانها، وبنعمل موقع الكتروني على موقع النقابه عشان تتحط عليها، يبقى ده سجل الاعمال خلاص. ده كلام محترم جدا، بس اعتقد ان ده مجهود هياخد سنين، يعني ايه الاجراءات اللي ممكن تحصل تخلي الموضوع اسرع، او تسهيلات اللي ممكن تحصل في لوحات مش موجوده مثلا في مصر؟ ما انا هقول لحضرتك، احنا ابتدينا ويعني الاجيال اللي جايه واللي هيمسكوا النقابه بعد كده وكده يكملوا، لان في حاجه غريبه طب. الاعمال بتاعه الرواد اللي بتسافر بره والفن التشكيلي مش موثق بشكل كافي بالزبط. ممكن الاجيال ما تعرفهاش بعد كده خلاص. ودي ملكيه، يعني دي ملكيه فكريه، هو ده ارث فني وحضاري يعني. بالظبط. بالنسبه للاعمال بقى، في ناس وارثين اعمال مش عارفين قيمتها، حاجات من الاجداد، حاجات مثلا في شقق في اسكندريه، حاجات في كده، دي من ناس صلاينه، من ناس يونانيين كده، فدي بتتم عن طريق يعني اول حاجه التوثيق ده او الكشف عن اللوحه او فحصها، اول حاجه بالنظر، ثاني من خلال المتخصصين، ثاني حاجه في حاجات كيميائيه وفي حاجات فيزيائيه وفي حاجه اسمها بصمه، الحاجات دي من خلال علاقتنا مع قطاعات حكوميه عندها اجهزه على اعلى مستوى نقدر نحدد اللوحه دي تخص الفنان ده فعلا ولا لا، سنه الرسم بتاعتها مثلا او سنه التمثيل الفنان بالظبط، كل حاجه. انا بشكرك حاجة. انا بشكرك يا دكتور، وزي ما حضرتك قلتي ده عمل مهم ان يبدا، مش مهم بقى يخلص امتى، مش مهم امتى نقول ان احنا وثقنا جميع الاعمال الفنيه اللي ايدينا واصله لها، مش مهم، لكن المهم على الاقل يبقى في اليه لده، وكل ما الاليه بقت اكتر للالكترونيه واقرب للتنفيذ، كل ما نقدر نطمن ان ده ممكن يحصل بجد، ما تبقاش بس حماس في البدايات وبعدين يختفي اثر هذا المجهود. ده مجهود عظيم ومحترم، نتمنى انه يحصل حمايه حتى للفنانين المعاصرين الحاليين اللي منهم فنانين متميزين جدا، انه تنسب اعماله ليه وانه ما فيش حد يتعدى على عمل حد. دكتورة صفية الأباني نقيبة التشكيلين، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.